على كل حال عبر الهاتف بينضم الينا الدكتور عصام المغازي استشاري الامراض الصدريه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. طيب خلينا نتاكد من حضرتك برضو من هذه المعلومه، هل الكمامه كافيه للوقايه من فيروس كورونا؟ الكمامه مع العوامل الثانيه اللي سالتك قلتيها زي التباعد الاجتماعي، زي غسيل الايدي بطريقه صحيحه بالماء والصابون لمده 20 ثانيه أو بالكحول، في عوامل كثيرة، التهوية السليمة، التغذية المتوازنة، فكل دي عوامل كثيرة جدا بتساعد على الوقاية. الكمامات بصفة عامة بتحمي من فيروس كورونا بنسب متفاوتة حسب نوع الكمامة وحسب طريقة استعمالها الصحيح. طيب دكتور، يعني يمكن ظهر في الآونة الأخيرة بجانب الكمامة ما يتعلق بأقنعة وقاية الوجه، يعني اللي بتغطي الوجه بشكل كامل من أول الرأس لآخرها، وبنلاقي بعض الناس أيضا بتلبس تحتيها كمان كمامة. عايز أعرف من حضرتك يعني فائدة هذا القناع وإيه الدور اللي بيلعبه زيادة عن الكمامة؟ ديت مش مفروض لعامة الناس، مش مفروض للجمهور، هي مفروض للفريق الطبي اللي بيتعامل مع المريض، بيتحط الماسك وفي ايه القناع، لان هو اصلا يعني اماكن دخول الفيروس بيبقى الفم والانف والعين، مش مطلوب من الجمهور العادي ان هو يستعمل قناع الوجه، لكن هو الفريق الطبي اللي على تعامل مباشر ممكن يوصل لدرجه ان هو يتعامل مع المريض، مثلا بيركب له مثلا انبوب حنجري او حاجه زي كده، يعني يبقى في التصاق جامد جدا مع نعم. ولكن اهم حاجه يعني حتى لو لم يتم لبس هذا القناع ان اليدين ما تجيش جنب الوش طول ما هي يعني ما اتغسلتش، ما كانتش مغسوله. احنا دلوقتي لما نقول عايزين نلبس القناع بطريقه سليمه لازم الاول نغسل ايدينا بالميه والصابون او بالكحول ونمسك القناع من الجنب بحيث برضو ان احنا ما نلمسوش من قدام ونركبه بطريقة سليمة، نثبته على الفم والأنف، وطول ما احنا لابسينه نحاول ما نلبسهوش. وبعدين فترة ارتداء القناع، مثلا القناع القراحي اللي انا شايفه دلوقتي على الشاشة اللي هو لبني ومن ناحية وابيض الناحيه ده، يعني يبقى ماكسيمم 3-4 ساعات او من الرطب، يبقى فايدته راحت. نشيله برضه بنفس الطريقه السليمه اللي احنا من الجانبين من غير ما نلمس، ونحطه في كيس لغايه ما نرميه في سله المهملات. مش عايزين المنظر الغريب اللي احنا يا ريت نشوفه الفترات اللي هو بيبقى مرمي في الشارع. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور عصام المغازي استشاري الامراض الصدريه، شكرا جزيلا لحضرتك. ويمكن هاكد على كلمه حضرتك قلتها في الاخر، انه يا ريت يا جماعه لما نيجي نقلع الكمامه نرميها في سله المهملات، وللاسف ما نشوفش المنظر اللي احنا بنشوفه هذه الايام انه الكمامات مرميه في الشارع، لانه هيجي حد بعديك يشيلها معرض ايضا للاصابه بفيروس كورونا. يا ريت ما نبقاش انانيين ونحمي غيرنا ونحمي نفسنا كمان.